بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي وياكم في محاضرة جديدة من محاضراتي حول أخطاء المستخدمين في الطاقة الشمسية. اليوم سأتكلم عن خطأ مهم يقع فيه الكثيرين عند حسابهم لقدرة الانفيرتر المطلوب في مرحلة الانفيرتر سايزنج لمنظومات الأوفك، وهو إهمالهم لعامل القدرة الباور فاكتور عند قيامهم بحساب الأحمال المطلوب تغذيتها. فمثلا كنا نقول ان حجم الاحمال المطلوب تغذيتها لكل ساعه هي 10 كيلو وات دون الاكتراث للباور فاكتور اللي تم حساب 10 كيلو وات على اساسه، وهذا ما ساحاول ان اعرضه في محاضرتي هذه ان وفقني الله تعالى لذلك. في دوائر التيار المتناوب يتغير كل من التيار والفولتيه بشكل جيبي وبتردد محدد مثلا 50 هرتز او 60 هرتز، وهذا امر معروف وبسيط. إذا كان الحمل المربوط مع الدائرة التي يغذيها مصدر الطاقة حمل من نوع المقاومة resistive load only، عند ذلك لا توجد مشكلة إذ يكون كل من الفولتية والتيار بنفس الطور كما ترونه في الشكل أمامك، أي أن كل zeros point للفولتية وللتيار تتطابق تقع كل منها على الأخرى، وبذلك نحصل على أكبر قدرة ممكنة. أما إذا كان هناك فرق في الطور بين كل من موجة التيار وموجة الفولتية الجيبية كما نراه في الشكل أمامكم، بالحقيقة ما ترونه أمامكم هو اختلاف طور مقداره 90 درجة، وما ترونه ليس قاعدة، فممكن أن يكون اختلاف الطور بأي درجة أخرى بين الصفر والتسعين. اختلاف الطور سيجعل من قيم الزيروس بوينت لكل من التيار والفولتية غير متطابقة، وتحدث هذه الحالة عند وجود نوعين من الأحمال في الدار التي يغذيها مصدر الطاقة، وهي الأحمال الحثية إندكتنس لود أو الكاباسيتنس لود، أي الأحمال التي تضم مكثفات للقدرة أو متسعات، وبذلك ستقل القدرة الكلية لأنها ستنخفض للصفر في كل مرة تنزل فيها قيمة التيار أو الفولتية للصفر. حتى نقدر نفهم Power Factor شنو معناه، لابد أن نتكلم عن ثلاث أنواع من القدرات: Active Power، Reactive Power، و Appearance Power. Active Power هي القدرة الفعالة أو القدرة الحقيقية التي تحقق شغل Work مفيد وحقيقي في دائرة التيار المتناوب، لذلك فهي توصف بأنها حقيقية Real أو True Power، ووحداتها هي وات أو كيلو وات أو ميجا وات، وتمثل رياضيا بحرف كابيتال بي. من الناحية الرياضية تحسب بحاصل ضرب الفولتية في التيار في كوساين فاي، حيث فاي هي زاوية الطاقة كما نراها في هذا الشكل، وهذه القدرة هي المسؤولة عن إضاءة المصابيح وتحريك المحركات وتسخين المياه في السخانات الكهربائية. أما الرياكتيف باور فهي قدرة غير فعالة، وهي قدرة من نوع آخر تختلف عن الأكتيف باور. هي في الواقع لا تنجز شغلا حقيقيا، لكن الأحمال تمتصها أو تستهلكها. وحدات هذه القدرة ليست الوات، وإنما تكتب بمختصر بأبريفيشن هو VAR، VAR، وهذا جاي من Volt Ampere Reactive Power، أو بوحدات الكيلو VAR، وتمثل رياضيا بحرف الكيو. تستهلك الأحمال الكهربائية نوعي القدرة السابقة، فكل الأحمال تستهلك القدرة الحقيقية كالسخانات والمحركات. أما الطاقة غير الفعالة فهي الطاقة التي تتطلبها الأحمال التي تضم محركات أو مكثفات قوة. أما القدرة الظاهرية أو Apparent Power فهي حاصل الجمع الاتجاهي للقدرتين السابقتين Active والReactive بوجود زاوية الطور، وتساوي حاصل ضرب Root Mean Square Value للفولتية في Root Mean Square Value للتيار، وتقاس بوحدات الفولت أمبير VR، ويرمز لها رياضيا بحرف الاس. أما عامل القدرة أو الباور فاكتور فهو يمثل جيب تمام زاوية الطور بين الفولتية والتيار، ويقاس بقسمة القدرة الحقيقية على القدرة الظاهرية P/S، وتتراوح قيمته بين الصفر والواحد، وكلما اقترب من الواحد كلما تعاظمت الفائدة العائدة على المستهلك وعلى محطات الكهرباء. يوضح هذا الشكل علاقة القدرة الظاهرية التي نراها في منظومة التيار المتناوب التي تحتوي على أجزاء حثية أو كاباسيتر. ويمكن أن نرى أنه في حالة الخاصة عندما تكون زاوية الطور صفر، عندها ستكون القدرة الحقيقية Real Power أو Active Power مساوية تماما للقدرة الظاهرية S، وتكون Reactive Power مساوية للصفر. أما إذا كانت فاي تساوي 90 درجة، عندها ستكون Active Power مساوية للصفر، أي أنه ليس لدينا Active Power، المنظومة هنا لا تنجز أي شغل حقيقي. متوسط قيمة معامل القدرة لبعض الأجهزة للمحركات تكون قيمته 0.85،
بينما المصابيح الإنارة التوهجية التقليدية يكون قيمته واحد لأنه ليس فيها ملف حثي أو متسعة، بينما لمصابيح الإنارة الفلورسنت بدون مكثف تعويض تكون قيمته 0.5. أما إذا احتوت مصابيح الفلورسنت على مكثف فستكون قيمته بحدود 93 بالمئة. وتجبر شركات الكهرباء المصانع على تحسين معامل القدرة لتخفيض سحب القدرة غير الفعالة، وذلك عن طريق إضافة مكثف يربط على التوالي أو التوازي مع المصدر الرئيسي للمصنع وهو ما يعرف بمحسنات عامل القدرة. وهذا هو التشبيه التقليدي الذي يقدم للطلبة دائما عن الأنواع الثلاثة للقدرة. فالقدرة الحقيقية أو القدرة الفعالة هي التي نراها في الكأس ووحداتها كيلووات، أما قدرة الرياكتيف أو القدرة غير الحقيقية فهي التي نراها في أعلى الكأس، هذه لا قيمة إنتاجية لها، هي مجرد وقفة وتعطى بوحدات الفار أو الكيلوفار. ومجموع هاتين القدرتين ينطينا القدرة الظاهرية الكلية KVA. الآن نأتي للإنفرتر. الوظيفة الأولى الأساسية للإنفرتر هي ربط عالم الدي سي باور بعالم الأي سي باور من خلال تحويل القدرة المنتجة اللي هي دي سي باور، أما بشكل مباشر عندما تأتي القدرة من الألواح أو المخزونة في البطاريات إلى قدرة متناوبة معدل الاستخدام من قبل الأحمال التقليدية. وله مهام ثانوية أبرزها الربط المتزامن مع الشبكة في حالة تصدير الطاقة إليها. الإنفرتر قلب المنظومة الشمسية وهو يضم تعقيدات وتفاصيل كثيرة. على المشتغلين في المنظومات الشمسية بشقيها النظري المرتبط بالحسابات والتصاميم والعمل المتعلق بنصب وتشغيل وصيانة هذه المنظومات للاطلاع عليها وفهمها بشكل صحيح. الآن كيف نقوم بتحديد قدرة الإنفرتر المطلوب لتغذية أحمال معينة؟ أنا أقول وأكرر أن الإنفرتر هو الجهاز الأهم الذي نجد فيه قدرتي الطاقة الكهربائية المستمرة والمتناوبة معا. في العادة نرى أحدهما ونتعامل مع أحدهما فقط، فمثلا في مولدات الديزل وفي توربينات الرياح نحن نتعامل مع قدرة متناوبة فقط، مع البطاريات نحن نتعامل مع قدرة دي سي فقط، مع الإنفرتر نحن نتعامل مع الاثنين في نفس الوقت. لذلك علينا عندما نقوم بإنفرتر سايزينج أن نقوم به على طرفي القدرة، على الطرف المتناوب وعلى الطرف المستمر أيضا. قدرة الإنفرتر يمكن أن توصف بالـ VA أو كيلو VA، ويمكن أن توصف كذلك بدلالة الواط. إذا أردنا أن نصفها بدلالة الـ VA أو الكيلو VA فنحسبها من حاصل ضرب الـ AC Voltage في الـ AC Current، وطبعا إذا أخذنا وحدة الكيلو فسنقسم على ألف. أما قدرة الإنفرتر بوحدات الواط فنحسبها بقسمة القدرة السابقة على الـ Power Factor، وطبعا إذا أردنا بوحدات الكيلو رح نقسم على ألف. وحتى أوضح هاي النقطة خليني أعرض المثال التالي. إذا أردنا نسوي إنفرتر سايزنج لمنظومة منزلية، وخلونا نفترض أنه كل شيء مثالي في هذه المنظومة فلا توجد خسارات والكفاءة 100%. المنظومة المنزلية رح أشتغل عليها مكونة من 6 مصابيح قدرة المصباح الواحد 300 واط، و5 مراوح سقفية بقدرة 70 واط لكل منهما، وشاشتي LCD بقدرة 125 واط لكل منها، وميوزك سيستم 200 واط، وماكنة عصير 100 واط. مجموع هذه الأحمال هو 2700 واط. على افتراض أن معدل عامل القدرة للمنظومة هو 0.8، راح يكون عندي الباور المطلوبة بالKVA هي 3.375 KVA، بمعنى أنه الإنفرتر اللي أختار لهذه المهمة يجب أن تكون القدرة إلى 3.375 KVA وليس 2.7 KVA. لذلك تسعى أغلب الشركات لبيان الباور فاكتور للإنفرتر ضمن الديتا شيت الخاص به، لأن قيمة الباور له والمعرفة بدلالة الواط معرفة فقط ضمن حدود قيمة محددة للباور فاكتور وهي المعطاة في جدول الديتا شيت. لقيمة أخرى يجب حساب الباور بالواط لها من جديد. وأمامكم ديتا شيت لحد الإنفرترات، تشوفون أنه الريتد أكتف باور هي 3680 واط، والماكسيمم أبيرينت أي سي باور هي أيضا 3680 VA. هذا معناه أنه الباور فاكتور هنا يساوي 1، وإلا ما كان بإمكاني أن أحصل نفس القيمة الباور بالواط والفي أي. وأمامكم نموذج آخر لديتا شيت لإنفرتر مصنع من قبل شركة ABB. هنا نشوفون أنه النومينال باور هي 500 كيلووات. طبعا هاي 500 كيلووات بافتراض أن الباور فاكتور مقداره 1، لكن لو تغير الباور فاكتور
الى 0.95 ستكون القدرة ليست 500 كيلو واط وانما 475 كيلو واط. من هنا يجب ان نراعي الباور فاكتور في اعداد حساباتنا لاي انفرتر نحاول استخدامه لمنظومة اوف جريد او لمنظومة منزلية. اذا عجبتكم المحاضرة وشعرتم انها مفيدة اضغط على علامة الاعجاب التي تظهر اسفل شاشة الفيديو، والاشتراك المجاني في قناتي على اليوتيوب فقط اضغط على علامة او لوجو سولر اللي يشوفوه في الزاوية اليمنى اسفل شاشة الفيديو ليصلكم الجديد من محاضراتي. وهذه صفحتي على الفيسبوك بامكانكم التواصل معي من خلاله. شكرا لكم واتمنى لكم يوم سعيد.